كان فوزا مستحقا. أعجبني كثيرا الهدف الذي سجلته، كان رائعا. أوه، أشعر الآن بالنشاط. من الجيد أنك تمارس الرياضة بانتظام، علينا أن نفعل مثلك. نعم، الفضل يرجع لأبي لأنه يشجعني على ممارستها باستمرار. لحظة، أريد أن أخبركما بسر. أي سر؟ أخبرنا يا صديقي. يمكنني أن أرى ما يحدث داخل جسمي. كيف ذلك؟ دعه يا أحمد، إنه فقط يمازحنا. هذا الأمر مستحيل. نعم، من الصعب تصديق ذلك، لكنني أتمتع بالقدرة على مشاهدة ما يحدث داخل جسمي. سأثبت لكما ذلك. احفظا معي. انظرا ماذا حصل. هل صدقتماني الآن؟ لا أصدق ما أراه. هل هذه أعضاؤك حقا؟ انظرا كيف تتحرك الكرية الحمراء وتنقل الأكسجين. يذكرني هذا المشهد بما درسناه في مادة العلوم. لحظة، ما هذا الجسم الغريب؟ ليس مألوفا. ما هذا؟ أظن أنه قبل 19. أنا خائف جدا، أظن أنه سيقتحم رئتي. لقد تمكنا من الدخول إلى جسم هذا الطفل. نعم، نحن محظوظان، دخلنا بسهولة لأنه لم يغسل يديه صباحا قبل الأكل. سأهبط أولا من جهازه التنفسي، ثم سأستقر في رئتي اليسرى مكاني المفضل. حسنا يا صديقي، سأتشوه قليلا ثم سألحق بك. تمسك جيدا كي لا تسقط داخل معدته وإلا ستموت. انتباه انتباه انتباه، هناك جسم غريب تسلل إلى الداخل، يبدو أنه فيروس. لحظة، إنه دائري ويضع تيجانا على رأسه. إنه فيروس كورونا، فلنتدخل بسرعة يا أصدقاء ولنقضي على هذا الفيروس اللعين. أشعر بتعب شديد يا صديقي، أظن أن حرارتي ارتفعت. ابتعد قليلا كي لا ينتقل إليكم الفيروس أيضا. اصبر قليلا يا معاذ، ستتغلب مناعتك عليه بإذن الله. انظروا، لقد بدأ الجهاز المناعي في إنتاج أجسام مضادة للفيروس. أسرعوا يا أصدقاء، نحتاج إلى دعمكم فورا. لا تقلقوا، بتعاوننا سنقضي عليه حالا. أوه، الحمد لله، لقد تغلبوا على الفيروس وقضوا عليه بسرعة. نعم، كان ذلك سهلا لأن صديقك يتمتع بمناعة عالية. صحيح، لأنه يتناول الطعام الصحي غني بالفيتامينات والعناصر الصحية، إضافة إلى أنه ينام باكرا ويحرص على ممارسة الرياضة باستمرار. أشعر بتحسن كبير، شكرا لكم. حمدا لله على سلامتك. من الآن فصاعدا سأمارس الرياضة وسأتناول غذاء متوازنا. أنا أيضا سأغير عاداتي السيئة ابتداء من اليوم.